بسيط غمضة عين. الطبق الرائع. هذه قبعة طاه يا أحمر. أنا الآن مستعد لمشاهدة الطاه الرائع مشموش في DVD. مرحبا يا أعز أصدقائي، اليوم يوم متميز جدا، فأنا سأخبركم عن سر وصفة رائعة رفيعة المستوى للتورتوليني وكرات اللحم على طريقة مشموش الرائع. هاي تورتوليني المفضل عندي. أين أضع التورتوليني؟ إذن في هذه الوصفة ستحتاجون إلى التورتوليني الأزرق والكثير والكثير من الجبن الرائع اللذيذ. والآن تذهبون إلى المقلاة وتضيفون ساقاً. عذراً. أقصد بيضة. بيضة من فضلك. شكراً. عندما تنضج الصلصة يجب أن تضع التورتوليني. هذا مسلٍ. نعم، أهلاً. ميمو يا ابن عمي، أعد إلي التورتوليني الأزرق الذي أعطيته إليك الأسبوع الماضي. إن أول مسابقة تورتوليني في زنمو غداً، ولم يتبقى عندي منه شيء. لا تحمل هماً. لو لم تكن موجوداً بالفعل كنت اخترعتك. أوه لا، التورتوليني الأزرق، أكلته كله. لم أكن أريد أن ألتهمه، لقد ألقوا أنفسهم في فمي. أوه، ماذا أفعل؟ أنا أعرف، لقد أعطيت البعض منه لحبوب. أوه. 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 حبوب، حبوب. أوه لا، حبوب بالخارج. ذهب إلى منزل كيتي. شكراً يا أصدقاء. حبوب، حبوب، أحتاج مساعدتك. أنت تشبه قطعة كبيرة من الجبن. هذه قبعة طاه حقيقية، أيمكن أن تأتي معي؟ عندنا شيء مهم نفعله. لا يمكنني يا ميمو، ليس الآن. بعد قليل لي موعد مع كيكي، إنها ستصلح أذني. ماذا لو أنني ساعدتك بعد موعدي؟ نعم، بالتأكيد، اتفقنا. والآن اللمسة الأخيرة، نسمة خفيفة لدفع الهواء. جميل. مدهش. ساحر. لا تقلق يا ميمو، كيكي قالت لا تنزعج. إذن ما هي مشكلتك؟ أحضر التورتوليني الأزرق الذي عندك. أكلت ما عندي، ومشموش سيتسابق غدا. حبوب، دورك التالي. سآتي. عذرا يا ميمو، لا تتحرك، سأعود خلال دقائق. هذا هو أسلوب الثعبان الخلاب، مناسب للشعر المستعصي ومناسب لأذنيك. أترى؟ إنها تعمل. هل هذا ما تفعلينه مع الجميع؟ إنك شخص قلق، فلتهدأ. مرحبا يا أحبائي، كل شيء سيكون على ما يرام. أنا أهذبهما بالحديث إليهما، لابد أن تفعل نفس الشيء كل ليلة. كما ترى، أنت لا تهتم كثيراً لاحتياجاتهما الأساسية. حبوب، هل انتهيت الآن؟ أنا آتٍ. إذن، كيف أبدو؟ رائع يا حبوب، لكن منظرك يشبه نوعاً ما السيد ميتو الآن. حسناً، البرتقالي ليس لوني المفضل، لكن على الأقل أذناي حسنتان. يا له من لون جميل، براق ومبهج. حسناً، أيمكننا أن نذهب ونحضر التورتليني الذي عندك؟ التورتليني؟ أوه، بعثته إلى عمتي، إنها أحبته كثيراً. أوه لا، مسابقة مشموش غداً، وعدته بأن أحضره إليه. حسناً، سنضطر لشراء البعض إذن. لكنك لا تفهمين، لقد كان أزرق، أزرق فوق العادة. فوق العادة؟ كيف؟ أتقصد فوق التصور؟ ولا يصدق؟ لا مشكلة، فلنذهب إلى محل الجملة، يبيعون كل شيء. أذنان صغيرتان، أنت غاية في اللطف.
حبوب، أنت لابد أن تدرج صورتك في قائمة صوري. لا، مزيد من لمس أذني. لن ننتظر أكثر من ذلك. حسناً، إننا مستعدون. أخبرني ماذا حدث لك؟ نعم، كلك أزرق. أكلت بعض التوت البري. استخدام هذا المسحوق الرائع سنعد لك أجمل وأحلى تورتليني أزرق على الإطلاق. يا سلام، إن لونه يتغير. هذا رائع، لكن لا يوجد منها أزرق. مشموس سيغضب. هاي، انظروا، التورتليني الأبيض يتحول إلى لون الأزرق بسبب عصير التوت البري. عصير التوت البري، لقد أنقذت يومي يا ميمو. الآن بسرعة دعهم عصير التوت البري. نعم، لقد نجحنا. شكرا يا كيكي، أنت الأفضل. نجحنا. حسنا، نجحنا. هذا جميل. يا له من يوم، أريد وضع أذني على الوسادة. نعم، مجرد واحدة، واحدة صغيرة. لا، لا يمكنك أخذ واحدة يا ميمو، تذكر. حسناً، لونه الأزرق رائع يا أحمر، لكن ترى ما هو طعمه. حسناً، أنت تفوز. على أي حال، أنا متعب. نوماً هنيئاً يا أحمر. كان مجرد كابوس. تصبح على خير يا هوهو، طويل الأذن. أنا مستعد. صباح الخير. صباح الخير. هل نمت؟ مثل الحمام. لا، مثل الذيل، أقصد مثل الخشب أو شيء آخر. عموماً لقد نمت نوماً عميقاً. التورتليني، كنت أعرف أنه يمكنني الاعتماد على ابن عمي الرائع. وصلت في الوقت المحدد للمسابقة. قبعتك رائعة. يا إلهي، ما لديك ليس مجرد أذنين يا صديقي، لكنها أزهار برية رائعة. جميعاً، حان وقت العرض، وقت تحضير تورتليني مشموش الشهير وكرات اللحم. سيصل الحكام قريباً، فلنسرع. ترى، هذا ما نسميه كرات اللحم الطائرة. سمسمة، هل أنت مستعدة؟ بالطبع. أذني، إنها كيف تبدو؟ إنها رائعة، متفردة ومتميزة. هل تعرف التورتليني؟ أرى أنه مختلف قليلاً. لا لا لا، لا تقلق، إنه مثالي. هيا بنا، هيا هيا هيا، سيصل الحكام في أي لحظة. أتمنى أن يعجب الحكام بالتورتليني. إنه بطعم الفاكهة. الفاكهة؟ نعم، إنه بطعم الفاكهة. بطعم الفاكهة؟ لكن كيف؟ بطعم فاكهتي التوت البري. لا، أتمنى ألا يكون عصير التوت البري قد أفسد التورتليني لمشموش. التوت البري، لابد أن أتذوقه. إنه فاكهة التوت البري، إنه لذيذ حقاً. حاولت أن أخبرك بذلك، أنا أكلت كل التورتليني الذي أعطيته لي وبدأنا كل شيء، لكن ابن عمي، لقد أسعدتني، إنه لذيذ، إنه يضيف شيئاً رائعاً لوصفتي. ابن عمي ميمو، إنه شريكي في ابتكار هذا الطبق الرائع. كل تهانينا القلبية لمشموش الرائع. تفضل. رائع، مشموش الرائع، لقد كان بطعم الفاكهة مرة أخرى. تفوقت على نفسك ثانية، وأنت يا ميمو. تهانيي يا ابن عمي الصغير، كانت مفاجأة التوت البري.
رائعة! والآن هل ستعطيني وصفتك؟ لقد نجحنا! نعم! الآلي الجديد. أحمر، كان ذلك غداءً لذيذاً. اليوم سكر سيصنع آيس كريم، ويريدوني أن أكون أول من أجربه. مرحباً. مرحباً يا ابن عمي الرائع المبتكر المشهور مشموش. ميمو، طلب مني أن أجعل حديقة زانيمو أكثر جمالاً، أكثر ابتكاراً وروعة. العمدة يريدوها براقة، لهذا طلبوا ذلك. أخبره بفكرتي. حسناً، سمسمة تريد أن تكون الأشجار بالحديقة أشجار موز. أشجار الموز هي أجمل الأشجار في العالم. كنت أفكر في شيء يجمل الحديقة على الفور، فالأشجار تنمو ببطء، شيء يجعل الحديقة جميلة ورائعة. أريدك أن تتصل بي عندما تخطر ببالك فكرة ذكية. حسناً يا مشموش، سأحاول أن أفكر في شيء. حسناً، تحياتي لك يا مشموش. حبوب كان سيصحبنا، لكنني اتصلت به 7 مرات ولم يجب ولو مرة. لابد أن نذهب هناك. حبوب، أنت هنا؟ ما الذي تفعلونه هنا؟ أوبس. أنا أحب سماع الموسيقى وأنا أنظف. إنه أخي بيانو. هاي بيانو. مرحباً بيانو، تسرني رؤيتك. أهلاً حبوب، أهلاً ميمو، أهلاً كيكي. أنت بخير يا بيانو؟ نعم، حزين قليلاً. عدت اليوم إلى المنزل بعدما جمعت كومة كبيرة من الأدوات المستعملة، واكتشفت أنه لا مكان لها. فناء الأدوات المستعملة كان ممتلئاً جداً، فلم أستطع حتى أن أقود عربتي إلى الداخل، وكان هناك الكثير من الأدوات حتى أنني لم أستطع دخول منزلي، لذا جئت هنا. أنا محمل بالقطع المستعملة. هذا سيء جداً. إنها حياتي، كل ما فعلته هو تجميعها، لم يعد لي متسع للمزيد. أنا لا أدري ماذا أفعل. هل وددت من قبل أن تعمل عملاً آخر؟ لقد أحببت دوماً تجميع الأدوات المستعملة، لا يزال هناك بعض الفائدة منها. عربة صديقنا سكر كانت تستعمل للبن ثم أصلحها. هاي، أنا وعدت سكر أننا سنجرب نكهة الآيس كريم، أتأتي معنا؟ لا، سأعود فقط إلى شاحنتي وأبكي ثم أنام قليلاً. مسكين بيانو، يمكننا التفكير في إسعاده. هل يعجبكم حقاً؟ آيس كريم سكر بالمانجو وعصير روكي رود بالشوكولاتة هو الأفضل في العالم كله. نعم، فعلاً. لقد أتى المسكين بيانو، إنها ستعجبه أيضاً. لم أره أبداً حزيناً هكذا. عادة يكون مرحاً عندما يزورنا. أتذكرون عندما مشي طيلة أسبوع وهو يرتدي الركائز التي صنعها من المواسير القديمة؟ وكان يرتدي تلك الركائز عندما ينام ليلاً. هل تذكر الأحذية التي صنعها لنا من زنبرك المراتب؟ مرحباً، ربما استطعنا أن نفكر في شيء لنجعل بيانو سعيداً، مثل كتاب شيق عن الآليين. بيانو يحب الآليين جداً. أو ربما فيلم عن الآليين، لكن يحتمل أنه شاهدها كلها. لم أكن أعرف أنه يحب الآليين. أوه نعم، عندما كان صغيراً أراد أن يكون آلياً. هاي متجر اللعب، هيا فهناك لعب آلية. سيحب هذا. هاي وداعا أصدقاء. بيانو، هاي تعال وانظر ماذا عندنا. أحضرنا لك هدية. لما فعلتم هذا؟ أنا أعرف أنكم تريدون أن تسعدوني، لكن جمع الأدوات القديمة يسعدني حقا. أنا أحب الآليين. لقد كانت فكرة رائعة يا ميمو. هذا رائع يا رفاق، يا له من آلي أنيق، انظروا إنه يمشي.
سأجعله يمشي أسرع. أوه لا، جهاز التحكم توقف عن العمل. واو، إنه آلي هارب، أفسحوا الطريق. هي يجب الانتظار حتى تنفد البطاريات. أوه لا، أنا أخشى النظر. سأذهب للنوم. بيانو عادة ما يكون أسعد شخص أعرفه. وجدتها، سأتصل بحبوب. هذه فكرة رائعة يا ميمو، سأطلع بيانو عليها في الصباح. مرحبا، مشموش هنا هناك في كل مكان. عندي فكرة لتجميل الحديقة، أشجار جوز الهند. أشجار جوز الهند؟ نعم، لو أن أحداً بالحديقة شعر بالجوع يمكنه أن يتعلق بشجرة ويأكل جوز الهند. لكن يا سمسمة، سيستغرق نمو أشجار جوز الهند سنوات كثيرة. نحن بحاجة إلى شيء يجعل الحديقة جميلة على الفور للجميع وليس للقردة. أوه حسناً، سلام، أنا أعرف، أشجار المانجو. نعم، لابد أن أخبره. كانت فكرة رائعة يا ميمو، والعجلات من الآلي الآخر لم تزل صالحة أيضاً. طبعاً، سيصبح آلياً رائعاً. بيانو، عثرت على بطارية قديمة من عربة زانيمو، لابد أنها تعمل. فكرة رائعة يا ميمو، لم أرى بيانو بهذه السعادة. هاي، من الذي أطفأ الأنوار؟ إنه يبدو رائعاً. كل التوصيلات تمت، سنستخدم البطارية يا حبوب. يا إلهي، يا إلهي، هاي ماذا تفعل؟ احذر. يا ربي، من معه جهاز التحكم؟ لقد صدمه الآلي الجديد. لن يدمر المدينة كلها كما حطم الجدار في سقيفة حبوب. ييكس، هيا إلى عربة زانيمو. نصطاده بشبكة كرة الريشة، لقد اصطدت بها حوتا. من هذا؟ لابد أنه غريب. يا له من فتى لطيف. ترى أين ذهب الآن؟ ها هو هناك، انظروا. ما هذا؟ زبون جديد؟ أتمنى أن يحب الآيس كريم. هل رأيت آلياً يمر؟ قضي الأمر، لو أننا عرفنا ما يأكل سنخدعه ونوقعه في شبكة كرة الريشة. آيس كريم؟ إن الآليون يحبون البطاريات. نعم، البطاريات مع مشابك الورق ستكون وجبة خفيفة للآلي. حلوى آلية، عندي البعض في الصندوق. رائع، دعونا نقطع عليه الطريق قبل الوصول للجسر. ها هو آتٍ، فليمسك الجميع بشدة. إنه لم يتوقف لاحتساء زيت المحرك. مجموعة من شجر البطيخ ستجعل الحديقة جميلة جداً. يتعلق الواحد في شجرة ويتناول منها إن شعر بالجوع. عزيزتي، البطيخ لا ينمو على الشجر، إنه ينمو على الأرض. يستخدمه الناس ككرة قدم. يا له من مخلوق غريب رائع، لابد أن نعرض عليه وظيفة في مسرح زانيمو. هل رأيت الآلي الذي صنعناه؟ بالطبع يا ابن عمي ميمو، إنه يقوم بعجائب كثيرة. أعتقد أنه مشى من هنا، بل مشى من هناك. أعتقد أننا فقدناه. ماذا عن شجيرات الفراولة؟ شجيرات التوت البري وشجيرات التوت الأحمر. لست متأكداً، كنت أفكر في شيء فني أكثر ومتوهج. إنه نحت رائع متفرد، بالتأكيد مدهش.
أها، وجدناه، لكن حصل له شيء، يبدو أنه أصيب بشدة. هذا هو ابن عمي، فهمت عندما رأيتك تطارده. يا له من مخلوق فني رائع، أريد أربعة من هذا في أنحاء الحديقة. نحت رائع. أهذا يمكن؟ أعتقد هذا، ويكون في منزلك الثاني الذي تخصصه للأشياء المهملة. نعم، منزلي الثاني لكل الأشياء المهملة، هذا اسم رائع له. يمكنني صنع تماثيل من القطع القديمة وأزيلها كلها من فنائي الخلفي، وبعد ذلك سأجمع قطعاً أخرى. رائع، متى نبدأ؟ شكراً يا رفاق لإعطاء هذا الألي الأول هدية، والفكرة الرائعة في صنع ألي آخر. كنت أرى نفسي دوماً مثالاً. حقاً أحب النحت يا مشموش، يبدو منظره رائعاً، وحوله شجر الموز. شجر الموز؟ نعم، لقد زرعت بعض بذور الموز هنا وهناك.